هزمنا في الدعزة. هزمنا في احنا العربيل، من العربيل طلعنا على الشمال على رانيا، من رانيا رجعنا على بغداد، بعدين بغداد طلعنا على الحلة، وبالحلة استقبلونا. اي والله. لو تشوفين هذا البيت قلت ما نجي، بعد ما نجي عليه، بس قد ما تشاورت دخلت خطية أربعة والله اشتراكوا. ليش رجعتي؟ رجعنا على وطننا. من المكان اللي زوح مارس جيتي على هذا البيت. ايه. انت شو مدرك البيت امين؟ شو مدرك البيت مو مفخخ؟ شلون انت منو قبل ما مريض يخبرونا جاء خطيات كم رايت كم شهر احنا يجي ونروح نجي نروح على ما كملوا ما كانوا يجون خطيه يصورون يدولنا يقولوا لنا تعالوا لنا يعني كل من يعني لا يريد يجي على بيته. دخلتي للبيت شنو كان شعورك؟ والله شعوري بس الحمد لله يعني لو أزقد ما نقعد غادي حتى يعني مستقربينا ويحبونا وجيراننا يجوا عليهم بس ما مثل مكاننا ما مثل موطننا وجيراننا. ما صدقنا يعني شفنا 100 مره سلمت على برباره خطيه سلام الله عليك يا برباره يعني شفنا مكاناتنا جديدنا. اي والله